مشاهدي الكرام، مساء الخير. تحية لكم. سأتناول في هذه المداخلة نجيم الزراعي الأمازيغي. النجيم الزراعي الأمازيغي تراث ثقافي شفاهي يندرج في حقل العبارات الشفهية، ولا يستقيم ما لم يدون ويحقق ويفتح فيه مراء عميق. مشاريع تدوين التراث الثقافي الشفاهي بجهة درعة فيلالت إن هي إلا محاولتين اثنتين، إحداهما بتفيلالت والثانية بدرعة، كلتاهما أغفلت التنجيم الزراعي بالمرة. وثبت بعد مراء طويل أن النعت الوثائق المخطوطات مرسومة بالحرف العربي أو بالحرف العبري تسري عليها المناهج الآثارية وتلبس هوية المكان الثقافية، أي إننا ننسب الوثيقة إلى المكان وإلى الشخص الذي يملك الوثيقة. ورغم البحث المستمر فوثائق أو مخطوطات نجيم الزراعي لم تلقى النور بعد، هي موجودة ولكنها لم تحقق بعد. وعن المعرفة الفلكية الأمازيغية يجب التسجيل أنها تأثرت بالفلك الفرعوني من حيث الخصوبة مثلا والملاحظة، وتأثرت بالإغريق من حيث الملاحظة المباشرة ومن حيث ربط الكوكبات بالأساطير، وتأثرت بالرومان بنعت مجموعة من الكواكب أنها آلهة، وتأثرت بالتراث الإسلامي. وتبين بعد مسح أولي للوسط لجبال الأطلس الكبير الشرقي وتفيلالت أن الأمازيغ يدرون وظائف أكثر من 10 أجرام سماوية، كوكبات ونجوم منفردة وكواكب سيارة. وتنتظم الأجرام السماوية في تقدير الأمازيغ بين الوظيفة والأسطورة إلى فئتين، فئة تخص المواقيت والحساب، وفئة أخرى تخص تنبؤ بأحوال مستقبل الخصوبة، أي تخص التنجيم بعبارة أدق. وتكاد نجوم المواثيق وتحديد المجال تطغى على دراية الفلك لدى الأمازيغ بجنوب شرق المغرب، لذا في التنجيم الأمازيغي نجيم وظيفي بامتياز، أي إنه متصل بالوظيفة. تخص الكوكبات الشمالية تحديد المجال وبيان الجهات لدى الأمازيغ وتحديد مسار امتجاع المراعي في رحلات الشتاء والصيف بين الجبال والسهل. الرحال الأمازيغ ينظرون إلى كوكبات الدب الأكبر، يسمى لديهم أفوناس أي الثور، حينما تجيه الدب الأكبر نحو الغرب ترى الرحال يتمركزون بهضبات مسكي، وحينما
ينقلب ويصعد إلى الجبال يتجهون إلى مراعي جنوب العياشي، السفوح الشمالية الجنوبية للعياشي، يعني وراغين جبل بوشلو تسارورت تيزينت الغمز. ثم يختفي الدب الأكبر ويظهر من جديد حينما يظهر في وقت متأخر من الليل، يتجه الرحال نحو حمادات جير، ثم يراقبون من جديد الدب الأكبر ويتجهون حيث يولي الدب الأكبر رأسه. هناك كوكبة ثانية تسمى الجبار أوريون وبالأمازيغية أمانار، فهي بارزة في الموسم البارد، فهي ضمن النجوم الباردة، إذا نسمط نجوم البرد، ويحدد طلوعها عشاء نهاية موعد حرث الشعير. كوكبات أوريون أمانار يسمى بالأمازيغية ثغريت سيدنا موسى، عصا سيدنا موسى، هي أمانار أو الجوزاء باللغة العربية. إذن حينما تطلع الجوزاء فهي في الوقت نهاية حرث الشعير، وباللسان الدارج ملي يطلع المشبوح في العشاء زرع الشعير بالكمشة وقود الحال مشى مشى. وفي مجموعة أمانار هناك نجم الشعراء، نجم يطبع الموسم البارد، لكن اسمه الأمازيغي اختفى، ويغلب على الظن أنه إزغ لأن طلوعه وانبعاثه من جديد بعد فترة النوم يتصل لدى الفراعنة بفيضان النيل في شهر يوليوس، وشهر يوليوس يطلق عليه الرحال إزغ، وفي فتح يوليوس بالتوقيت الجولياني لا يسقون ماشيتهم. إذن في الشعراء هو معبود أمازيغي قديم. هناك مجموعات تورية تشمس في الأطلس الكبير الشرقي، وفي ذات تبط صديس أو إست صديس أو إلى غير ذلك، والتورية هي سبعة نجوم، ثمانية نجوم في الواقع، ولكن يمكن أن ترى بالعين المجردة إن كان قياسك 10/10 أن تحسب سبعة نجوم من التورية أو ستة، من ثم أتت كلمة تط أي العين أصدف ستة تط ستس. وحينما تطلع التورية عشاء فذاك إعلان موعد زراعة الفول بالمثال الدرج، إلى طلعت الصراف العشاء زرع الفول بالكمشة وقول الحال مشى مشى. وتورية هن مجموعة من النجوم، هن بنات أطلس في الأساطير الإغريقية. كان الجبار أوريون أو الجوزاء الجبار يريد السيطرة عليهن، لكن الثور يدافع عليهن على بنات أطلس وهن سبعة. هناك أيضا كواكب السخونة يتصدرها التبان أو اللبان باللغة العربية، درب اللبان أو بالأمازيغية أليم الحاج، أليم الحاج
قصته أن أحد الحجاج طوعت له نفسه أي سرقة ثمن، ثم ظهر في السماء المسار الذي سلكه الحاج السارق، ويسمى درب التبان، بريد وليم الحاج، وهو مسار أبيض شمالي جنوبي يقسم القبة السماوية قسمين. وهناك كوكبات العقرب غير ضم معروفة لدى الأمازيغ، بارزة لدى الأمازيغ، تنوء بطلوع الجوزاء، لأن العقرب والجوزاء لا يلتقيان، هناك عداوة بين أوريون والجوزاء، أو العداوة بين عصا موسى، ثغرين سيدنا موسى، وتغيرت والعقرب. وكوكبات العقرب هي كوكبات الصيف بامتياز، يصادف طلوعها خروج العقارب السامة. وهناك كواكب الصباح والمساء، وهي ذات وظيفة تتصل بالخصوبة والإنذار، مثلا الزهرة في الصباح تسمى مزع مشر مفزع السارقين، لأنها تنذر بقرب طلوع الفجر، ولها صلة كذلك بممارسة السحر. لن نفصل القول في هذا المجال. وأما الشهور الأمازيغية فقد أوردها البيروني، فهي يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليوز، غوشت، شتنبير، أكتوبر، نوفمبر، دوخيمبير لدى البيروني، ولكن الآن يطلق عليه اسم دوجانبير. والبيروني تناول الفلك يعني في كتابه الآثار الباقية من القرون الخالية. فمن هذه الشهور يعني الشهور التي عدد أيامها 30 يوما، وأشهر أخرى عدد أيامها 31 يوما، مجموعة في الكلمة الأمازيغية ممي يوغكا دينا، ترجمتها يا ابني سقط شيء هناك، مي يوغكا دينا، ممي مارس، مايو، يو يوز، أغشت، أكتوبر، دجنبير، يناير، ممي يوغكا دينا. مارس مايو الشهر الأول هو مارس في التقويم القديم قبل التعديل، لذلك لا يزال اسم شتنبير يحمل اسم الشهر السابع، سبتمبر، أكتوبر، أكتوبر 8، نوفمبر، نوفو 9، ديسو 10، وقبل ذلك يحمل شهر غشت اسم سيكستيليس، الشهر السادس، قبل أن يطلق عليه الإمبراطور أوغوست اسمه، ويوليوس كانتيليس، وأطلق عليه يوليوس قيصر اسمه كانتيليس سيكستيليس سبتمبر. هذا هو التعديل الحاصل في الشهور. ويجري تعيين الأوقات بدون نجوم، مثلا يجري تعيين تحديد ساعة الأخبية بعودة طائر القلق. قبل سنة 1996، سنة 1996 استقر القلق بالجنوب الشرقي، لم يعد يهاجر. ثم يحدد ساعة الأخبية بشروع نبتة اللفت في الإزهار، وتسمى المنزلة بالأمازيغية تمغرط، ويحدد الفصح بعودة طائر الوروار، لذلك يسمى لدى بعض الأمازيغ أيضا نغودين طائر اليهود، لأن عودته تصادف حفلة الفصح
اليهودي الوروار يسمى أروضان أدورو إلى غير ذلك كيامون، وهو وظهوره إعلام عن نهاية الموسم البارد باللسان الدارج إلى بنديامون مبقى مسبول الكانون. ويحدد كذلك الاعتدال الربيعي بعودة الطائر سينونو إفل الليس، وتحدد غاية نهاية البرد مع بداية إظهار المشمش. ولدى الأمازيغ بعض المنازل يعرفون سعد الذبح، يبدأ فيه جريان الماء في فروع الشجر، وسعد السعود تغرق الأشجار النفطية، ويستسعد الناس بطلوعه الذي يكون عند إدبار البرد. هذا مقتطف من كتاب الآثار البقية من القرون الخالية. وهناك سعد الأخبية سمي بذلك لأنه إذا طلع خرج من الهوام ما كان مختبئا، يقول بيروني تخرج الزواحف. وهناك منازل أخرى معروفة لدى الأمازيغ مثل الليالي والعنصرة والحسوم حيان والسمايم، ووقت ميلاد عيسى بن مريم ربما سأقف عند هذا الحد. شكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.